في البداية أحب أهني المملكة العربية السعودية قيادة وشعب على اليوم الوطني 91. والله يديم العز والرخاء والأفراح والأمن والأمان. طبعا أبريت ليلة وطن هو تشريف وليس تكليف. وصحيح الملحن نواف عبد الله معروف عنه تقديمه للأعمال المميزة، لكن هالعمل له خصوصية كبيرة لضخامته وأهمية المناسبة اللي تقدم فيها. فرصة مثل هذه لابد أن تقدم بشكل مختلف ومميز، يعني بعمل يليق بالحدث نفسه. أما أنك تقدم أفضل ما يمكن تقديمه أو تترك الفرصة لغيرك أن يقدمها، لأن العمل ضخم وكبير ومقدم لوطن كبير. يعني أنا أشكركم طبعا على إطراءكم وتفاعلكم. اجتهدنا وحصلنا نصيبنا مثل ما يقولون لكل مجتهد النصيب، وطلعنا بنتيجة عجبت الجمهور ولله الحمد، وشفنا تفاعلهم كان يعني مؤثر جدا. ووراء العمل الكبير كان في جهد كبير من عدد من أهم الأسماء، على رأسهم الكاتب خلف الحربي اللي جمع هالفريق المميز عشان يطلع حفل ليلة وطن بالإبهار اللي شافه الجمهور. اجتمعنا أنا وفريق العمل، الأخ خلف الحربي أبو فهد والأخت زينب أبو السامح والمخرج المبدع أبو مشاري أحمد الدوغجي وباقي فريق العمل، ووضعنا الأفكار واتفقنا على شكل للأوبريت. يعني قلنا بنقدم لوحات، شنو شكلهم اللوحات؟ تتحدث عن شنو؟ شلون راح نقدمها؟ فوضعنا الخطة تقريبا، يعني خطة الأوبريت أو خطة الليلة، ليلة وطن، وانطلقنا من خلالها يعني، وبدينا نجمع أفكارنا. بس التحدي الأكبر كان المدلي الوطني، لأن شلون تقدم مدلي وطني يليق بالمملكة العربية السعودية. فبديت أجمع أفكاري وبديت أستذكر الأعمال الوطنية الجميلة الخالدة اللي راسخة في أذهان الناس، وبديت أشتغل عليها وأربطها بطريقة سلسة ومرنة. يعني حاولت أني أقدمها بطريقة تلامس وجدان الناس وأحاسيسهم، مو بس ربط أغنية بأغنية. فلذلك أنت اليوم علشان تعمل مدلي في أشياء كثيرة لازم تأخذها بعين الاعتبار، أنك شلون تربط السكيل اللي هي الطبقات، وشلون تنتقل من مقام إلى مقام، وشلون تنتقل من إيقاع إلى إيقاع ومن أغنية إلى أغنية. يعني جنك تلحن بس بأعمال غيرك. وهالمهمة ما كانت صعبة عليه، فعنده تجربة سابقة بتلحين المدلز. أنا عملت مدلي أبو بكر سالم وعملت مدلي راشد الماجد، فكان الموضوع بالنسبة لي أسهل من أني أنا أبدي من جديد. ولله الحمد يعني المدلي لقى صدى يعني غير مسبوق عند الناس، وأثر فيهم يعني أثر كبير. يعني لمست الصراحة في العروض الثلاثة، ولمست من خلال السوشيال ميديا وتفاعل الناس لما شافوه في التلفزيون. الجمهور والشعب السعودي استمتع كمان باللوحات الأخرى، مثل لوحة الصفوف الأمامية اللي كانت تحية شكر للطاقم الطبي عن مجهوده الكبير بمحاربة جائحة فيروس كورونا. هذا غير اللوحة اللي قدمتها داليا مبارك بعنوان بنت الوطن، فمن بعد هاليوم كتبت تويت عن مدى فرحتها بالمشاركة لأول مرة كفنانة سعودية بهالحدث. اسم الوطن عندي اسمنا ناشيلة. لوحة المرأة السعودية وإنجازاتها ودورها في بناء المجتمع، لوحة الجيش السعودي، لوحة وطن اللي قدمها ماجد المهندس، لوحة السعودي ما يخاف اللي هي أحد الأقوال المأثورة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللي هي السعودي ما يخاف قدمها عايض بشكل جميل. السعودي ما يخاف ما يهاب إلا العزيز. بالإضافة للوحة سم واكتب يا السعودي يلي جمعت الخمس فنانين مع بعض، راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر سالم، داليا مبارك وعايض. كانت يعني من اللوحات الجميلة اللي أيضا أثرت في الناس. وختمنا بالعرضة، يعني العرضة اللي هي قدمها راشد الماجد وقدمها ماجد المهندس، غنوها مع بعض مع الأخ صالح عبد الواحد وفرقة الدرعية. فكان يعني الحمد لله كان في تسلسل وكان في تناغم من لوحة إلى لوحة، الحمد لله توفقنا في فكرة الأوبريت نفسها يعني. وما في شك أنه التناغم بين هالنجوم كان واضح في الكواليس وعلى المسرح، وكمان أحد أسباب النجاح هو علاقة الصداقة اللي بتربطه براشد الماجد، ماجد المهندس وأصيل أبو بكر سالم. أنا تربطني علاقة أخوة مع الفنانين اللي ذكرتهم، راشد الماجد وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.
يعني علاقتي فيهم ما هي علاقة صداقة فقط، هي علاقة أخوة. تواصلي معاهم تقريبا شبه يومي، احنا يجمعنا حب ويجمعنا ود ويجمعنا فن، اكيد انا ما استغني عنهم، يعني هم الداعمين الحقيقيين لي يعني فنيا. علاقتي فيهم كانت في الأوبريت، كنا نتشاور، كنا نسمع بعض، كنا نسمع آراء بعض. من حكم خبرتي معاهم وتعاملاتي السابقة معاهم وأعمالنا السابقة، عرفت يعني أعرف ألبس كل واحد لونه أو كل واحد شكله. يعني كل واحد فيهم طبعا قامة فنية كبيرة، يعني أنا تعلمت منهم الكثير. وحب الملحن نواف يشكر خلف الحربي المشرف على هالحفلة، وإشادته صراحة محل تقديري، يعني أبو فهد كان الداعم المعنوي لي الصراحة، وأشكره من خلالكم الشكر الجزيل. ومن خلال ترندينج حب كمان أنه يشكر كل من معالي مستشار تركي آل الشيخ، هيئة الترفيه، وطبعا مجموعة MBC. في الختام أحب أشكر هيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ أبو ناصر، الداعم الحقيقي للفن وللمبدعين. وأحب أشكر مجموعة MBC وعلى رأسها الشيخ وليد الإبراهيم على الثقة وعلى إتاحة الفرصة، وأشكر كل من ساهم في نجاح هذا الأوبريت. شكرا لكم. طبعا احنا كمان بنوجه الشكر لهيئة الترفيه ومجموعة MBC على هذا التنظيم الرائع للحفل صراحة.